الأستاذ زياد. صباح الخير. صباح الخير لك أخت سمر. ميت مرحبا، أهلا وسهلا فيك. حاولنا نتصل فيك كان تليفونك مشغول. والله مش مشكلة. تفضل، أهلا وسهلا. إن شاء الله. بداية صباح الخير لك أخت سمر، صباح الخير لجميع الأخوة المشاهدين. نهار هذا اليوم هنالك ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الحرارة راح تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة. أجواء اليوم باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول، لكن دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، وهنالك ظهور لكميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وحركة الرياح اليوم جنوبية شرقية معتدلة السرعة. لكن هناك تحذير بسيط في هذا الصباح، وهو خطر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في معظم مناطق المملكة. إذا في ساعات المساء والليل الأجواء راح تتحول إلى راح تكون باردة جدا في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، وتبقى الغيوم عالية الارتفاع في سماء المملكة، وحركة الرياح تصبح خفيفة متغيرة الاتجاه، وأيضا ويتوقع تشكل الصقيع ما بعد منتصف الليل في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول. في خليج العقبة نهار هذا اليوم أجواء دافئة نسبيا، وهنالك ظهور للغيوم العالية، وفي ساعات المساء والليل تتحول إلى أجواء باردة نسبيا، وهنالك أيضا ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وحركة الرياح في خليج العقبة الشمالية معتدلة السرعة. العظمى المتوقعة تسجل اليوم في مدينة عمان بحدود 14 درجة مئوية، تهبط الصغرى في الليل القادم إلى 6 درجات مئوية، لكن في خليج العقبة أجواء مثل ما ذكرنا أجواء دافئة راح تكون تصل العظمى إلى 23 درجة مئوية، والصغرى في خليج العقبة تهبط إلى 10 درجات مئوية. يوم غد الثلاثاء هنالك ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الأجواء راح تكون باردة نسبيا أيضا في المرتفعات الجبلية والقيفة في مناطق البادية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وأيضا هنالك ظهور للغيوم عالية الارتفاع وحركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. أيضا ويتوقع تشكل الصقيع ما بعد منتصف الليل ليلة الثلاثاء على الأربعاء في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول. حقيقة يوم الأربعاء والخميس لا تغيير على حال الجوية، تبقى الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية ولطيفة في مناطق البادية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك ظهور للغيوم عالية الارتفاع وحركة الرياح من الشمالية الغربية معتدلة السرعة يوم الأربعاء أيضا. وأيضا يتوقع خلال هذا الأسبوع تشكل الصقيع ما بعد منتصف الليل القادمة في المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول. يعني باختصار أختي العزيزة، اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، العظمى المتوقع أن تسجل اليوم في مدينة عمان 14 درجة مئوية، يوم غد 16 درجة مئوية، نسجل ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة. يوم الأربعاء والخميس استقرار على الأجواء أيضا كذلك، لكن العظمى متوقع أن تسجل في مدينة عمان بحدود 15 درجة مئوية ليوم الأربعاء والخميس. يعني خلال هذا الأسبوع لا يوجد أي حالة خلينا نحكي جوية، هناك استقرار على الأجواء، ما في أي شيء يذكر. نعم أختي، ولا أمطار؟ نعم ما في أي ولا أمطار، هناك استقرار على الأحوال الجوية. إن شاء الله الأيام القادمة تحمل لنا كل الخير إن شاء الله. أستاذ زياد شكرا جزيلا لك لدائرة الأرصاد الجوية على هذه الرسائل اليومية، تحياتنا لك ونهارك سعيد إن شاء الله. الله يخليك، شكرا جزيلا.